أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض أهل العلم عند قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول: من تأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وكان قد سمع النداء للأذان فهو آثم عملا بهذه القاعدة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول من عنده، ما أظن أحد قاله من أهل العلم. أهل العلم يحثون على حضور تكبيرة الإحرام وهي فضيلة، ومن فاتته فليس آثما، بل إذا جاء والإمام راكع وركع معه أدرك الركعة. نعم.